السلام عليكم. اليوم راح نشوفه واحد من أطول الجسور الذي تم بناؤه مؤخرا في ولاية الجزائر العاصمة. وهذا الجسر تكلمنا عليه من قبل يعني أثناء الإنشاء تاعه، والآن راه قريب ينتهي الأشغال به، وما زالت أشغال تاع التهيئة تاع المداخل تاع الجسر هذا والمخارج، يعني من جهة عناجة، كذلك من جهة جوليفي من ناحية القبة. وهذا الجسر هذا لونجومب يجوز فوق طريق السيار نتاع الدار البيضاء بن عكنون. وهنا نشوف طريق السيار شوية، نعاود نولي للجسر هذا باش نشوفه من بعيد باش يظهر يعني الحجم تاعو. وللعلم ان الجسر هذا تم انشاؤه من طرف الشركة الجزائرية 100% شركة زابطة من ناحية يعني الدراسة وكذلك قضية الانشاء. ونشوف الجسر هذا اللي ما يظهرش الطول ديالو كليا، واللي سوف يتسلم للخدمة، يدخل في الخدمة في يعني الأسابيع القليلة المقبلة. هذا هو، نخليكم تابعوا الفيديو هذه، وثم نشوف نعود نطلع فوق الجسر هذا ونشوف الامتداد تاعه، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.